بنتكلم مع حضراتكم عن مسألة الطاقة وأزمة الطاقة اللي موجودة في العالم إثر الحرب الروسية الأوكرانية. والحقيقة أن العواصم الأوروبية من أكثر العواصم تأثرا بهذه الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة التابعة لها. خليني أقول لحضراتكم أنه سلطت شبكة زي جلوبال جريد الأوروبية ضوء على مسألة أزمة الطاقة في أوروبا ومسألة ارتفاع الأسعار اللي حاصلة خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن على مدار الشهور اللي فاتت بنتابع ما يحدث في العواصم الأوروبية إثر ارتفاع الأسعار. بنتكلم كمان عن صيف قادم، صيف حار، أزمة يعني في الطاقة، أزمة عالمية مستمرة الحقيقة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وتابعت الشبكة الأوروبية أنه مسألة الأزمة يعني مش هتحصل بشكل يعني متوقع بس في الشتاء خلال هذا العام، لكن كمان إحنا بنتكلم أنه ممكن ما نقدرش نتغلب على الحرارة اللي جاية في فصل الصيف. ويمكن إحنا شفنا الصيف اللي فات في عواصم أوروبية درجات حرارة عمرها ما كانت بتوصل لهذه الدرجات، مع مسألة بقى التغيرات المناخية وما يحدث في العالم إثر التغيرات المناخية. الحقيقة امبارح كان هناك اجتماع نظمته وكالة الطاقة الدولية عبر الفيديو كونفرنس، حضروا 40 وزير ومسؤول، كانوا بيتكلموا عن مسألة انه ازاي يتم ملء مخزونات اوروبا من الغاز خلال الفترة اللي جاية، وازاي يتم استيعاب تأثير أزمة الوقود على العالم وعلى العواصم الأوروبية بشكل خاص. الأزمة الحقيقة أثرت بشكل كبير على الحياة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويمكن حضراتكم متابعين الأخبار عالميا وبتشوفوا الناس وهي بتتكلم عن أسعار الوقود، لو بنتكلم عن أسعار الغاز، والحقيقة إنه يعني استخداماتهم كمان للوقود وللغاز، احنا مش بس بنتكلم على سيارات او لا، احنا بنتكلم على انه طول الوقت بيبقوا عايزينه علشان التدفئه وامور اخرى كثيره. خلينا نتكلم مع حضراتكم دلوقتي بشيء من التفصيل مع الكاتبه الصحفيه استاذه عزه الزفتاوي. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني اخر ما يحدث ويعني القرارات المتوقعه من هذا الاجتماع الخاص بوكاله الطاقه الدوليه، حضور 40 وزير من خلال الفيديو كونفرنس، القرارات المتوقعه، ولو احنا هنا بنتكلم على وجه التحديد لو هنبدا من بريطانيا، القرارات المتوقعه لاحتواء هذه الازمه. مساء الخير. يعني دعينا نتحدث عن انه بريطانيا جزء لا يتجزأ من الدول الغربيه ودول العالم التي تعاني بالفعل من ازمه في الطاقه والوقود جراء التداعيات المتخلفه من الحرب الاوكرانيه الروسيه. ونحن على مدى عام تقريبا من اندلاع هذه الحرب، يعني تجني الحكومه البريطانيه الان محاولات تجري الحكومة البريطانية الآن محاولات لأن يتوفر لديها المخزون اللازم لاستمرار مخزونها من الطاقة والغاز، خاصة فيما يتعلق بهذه الفترة تحديدا. نحن نتحدث ما زلنا في فصل الشتاء في بريطانيا، ما زالت درجات الحرارة منخفضة، تعاني الكثير من الأسر البريطانية خاصة الأكثر ضعفا والأكثر فقرا من عدم قدرتها على سداد الفواتير. المشكلة الخاصة بالطاقة أستاذ عز. نعم، فواتير الطاقة والغاز، وأيضا بالتأكيد هذا أثر بالفعل على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولها تداعيات كبيرة أيضا على كيفية يعني توفير الأموال لسداد هذه الفواتير. المشكلة الآن أنه بريطانيا مقدمة على الموازنة الجديدة أو الميزانية الجديدة لهذا العام في شهر أبريل القادم. من المتوقع أنه وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يقدم الميزانية الجديدة، وهناك الآن حديث عن أنه الحكومة البريطانية رفضت الدعوات لمنع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة المحلية. نحن نعلم أنه منذ شهر أكتوبر الماضي كانت الحكومة البريطانية قد وضعت سقفا حد أقصى لارتفاع فواتير الطاقة لمساعدة الأسر البريطانية، هذا السقف يصل إلى 2500 من الجنيهات الاسترلينية. الآن الحكومة البريطانية سوف تتوقف عن تقديم هذا الدعم للأسر، وربما ترفعه من 2500 إلى 3000 جنيه استرليني. وبالتالي هذا يعني أنه التكاليف سوف ترتفع نحو 40% خلال شهر أبريل القادم لملايين البريطانيين، وأيضا للشركات البريطانية الموجودة على أراضي المملكة المتحدة التي هي بالفعل تعاني من تعثر
شديد في توفير المورد الرئيسي للطاقة وللغاز. نعم صحيح. طيب يمكن بيتحدث ريشي سوناك عن احتواء للأزمة مطالب العاملين، وقبل كده كنا شايفين مظاهرات في قطاعات عدة، هل هناك إجراءات ما سيتخذها ريشي سوناك لاحتواء هذه الأزمات؟ يعني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتعامل بشكل صارم، يعني هو ينتهج مسارا محددا واضح في المطالب التي تتركز في ضرورة رفع الرواتب وزيادة الأجور، وشاهدنا الإضرابات خلال شهر ديسمبر ويناير، وأيضا من المتوقع أن تكون هناك المزيد من الإضرابات مع نهاية شهر فبراير وأوائل شهر مارس. هو يرى أنه ضرورة القضاء أولا على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له، صحيح. هو حاليا حوالي 10% منذ أكثر من 40 عاما لم يصل إلى هذا المستوى. يرى أنه لو استجاب لمثل هذه المطالبات سيعود بالسلب على مسألة التضخم. نعم صحيح. وبالتالي هو يريد أن يعالج التضخم أولا، وعندما يتم معالجة التضخم من وجهة نظري فهذا يعني أن الأجور سوف ترتفع بشكل تدريجي. ولكن القضية الآن أنه الأسر التي تعاني بالفعل من هذا المستوى المرتفع من أسعار الطاقة وأيضا الغاز والكهرباء، هناك الكثير من الأسر البريطانية التي لا تستطيع أن تقدم دعما وتقدم يعني حلول لهذه المشكلة. وتفاجأ التقارير الآن منذ يومين أنه الحكومة البريطانية الآن يعني هناك انتقادات شديدة أنه ديون فواتير الطاقة بتعصب بالشركات البريطانية، وأيضا هناك الآن غضب شديد فيما يسمى بفواتير الغاز السياسي. أرباح شركات الطاقة في بريطانيا أغضبت البريطانيين، التي هذه الشركات التي استغلت بالفعل حاجة البريطانيين وعدم قدرتهم على السداد، وكانت هناك موارد شديدة في الارتفاع الأسعار تقدمها هذه الشركات. فواتير الطاقة المرتفعة عادت بأسعار وبأرباح والفواتير مسبقة الدفع أيضا. نعم، ولكن المخاوف الأسر والقطاعات الاقتصادية بسبب ارتفاع فواتير سداد هذه الغاز أو هذه الفواتير أثر سلبا بالفعل على الحركة في بريطانيا في نواحي كثيرة اقتصاديا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية عزة الزبتاوي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة.